صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل السكوت صفة من صفات الله أم أنه يخبر به عن الله؟ خبر يخبر وسكت عن أشياء، ولا يقال الله الساكت، هاي قال من أسماء الله الساكت، ولكن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم.